مودرن فيوتشر اكيد ايضا هو الاخر يسعى لحصد بطوله كاس السوبر المصري لانديه الابطال وتكون البطوله الثانيه في تاريخه. نجيب يعني يمكن كان في قبل كده تجربه سابقه وحصد بطوله اولى لنادي فيوتشر قبل ما يبقى مودرن فيوتشر تحت القياده الفنيه للكابتن علي ماهر وهي كاس الرابطه، رابطه الانديه. هل قادر ريكاردو ان هو يكرر نفس الانجاز او انجاز اكبر بقى مع النادي بحصد كاس السوبر المصري؟ طيب يعني برضو نظريا، لان انا دايما زي ما قلت لك الكره ما فيش فيها يقين او مسلمات بحاجه، وضع مودرن فيوتشر في وسط الثلاث انديه التانيين اللي بينافسوا، لا هو لا يقدر لا يستطيع ريكاردو نتيجه المستوى اللي بيقدمه من بدايه الموسم والتذبذب في الاداء والنتائج، وكمان لان الثلاث فرق افضل منه في نواحي كتير قوي. يعني احنا من شويه سمعنا الثمان مباريات اللي فيوتشر لعبهم في الدوري والمنافسين اللي واجههم. طيب فيوتشر خاض مباريات امام الثلاث فرق اللي موجودين معاه في بطوله السوبر، خسر في الدوري من بيراميدز، خسر من النادي الاهلي، اتعادل مع سيراميكا في الدقيقه الاخيره، في مباراه كان سيراميكا اقرب فيها للفوز. طيب في شويه حقائق برضو بتواجه ريكاردو يجب انه عشان ينافس على الرابطه على السوبر انه يتخطاها. اول حاجه بتواجهه ان هو في عدد مرات الوصول للمرمى والمحاولات على المرمى هو الاقل ما بين الاربعه، هو مش بس الاقل هو الابعد واحد فيهم. يعني سيراميكا ودي مفاجاه اعلى من بيراميدز والاهلي في الوصول لمرمى المنافسين، معدله 15.7 في كل مباراه، وراه مباشره بيراميدز اقل منه بحاجه بسيطه، هو 16 اعلى منه، ولكن هو يعني اجمالا في التوتال بيراميدز وسيراميكا كل مباراه بيبدله وراهم مباشره النادي الاهلي رغم انه لعب مباريات اقل، 16 15 14، الثلاثه ورا بعض. فيوتشر يجي فين؟ لو 13 اقول لك هو قريب، لا الحقيقه فيوتشر بعيد قوي، فيوتشر 9 بعيد يعني يكاد يكون نصهم او تلتينهم. فهو بعيد بيوصل للمرمى اقل من اقل واحد فيهم بخمس محاولات في كل مباراه. ففي عنده خمس فرص للتهديف ما بيقدرش يصنعهم او يقدر عشان يخلص بيهم مباريات يعني. طب بالنسبه للمحاولات الصحيحه الرقم الفجوه بتزيد بقى، يعني احنا وصلنا خلاص الفرقه كلها وصلت للمرمى، طب بنقدر نترجم قد ايه على المرمى الاون تارجت زي ما الناس بتسميها. سيراميكا الحقيقه هو الاعلى من الفريقين برضه، 6 محاولات صحيحه في المباراه. الاهلي وبيراميدز 4.6 و4.4 قريبين جدا الاثنين من بعض، يجي فيوتشر وراهم 2.5 محاوله صحيحه في المباراه، يعني حتى مش مكمل 3 محاولات، فهو مازال بعيد. فدي المحاولات الصحيحه. فيوتشر نفسه لو قارنتيه، مش هقارنه بقى بالمنافسين، اقارن فيوتشر بفيوتشر نفسه في الموسمين اللي فاتوا، هقول لك اربع حقائق الفريق وصل لهم مع ريكاردو في الموسم. عمال تفاجئني بالحقائق. ما هو هي لغه الارقام ما بتكذبش. ما هو فيوتشر للاسف في وضعيه رقميا سيئه وفنيا جوه الملعب مش افضل حاجه، يعني فوزه 50% يعني في 4 مباريات في الدوري من 8 واجمالا في كل البطولات لعب 14 كسبان 7. طب فيوتشر مع ريكاردو عن السيزون اللي فات ارقامه ايه؟ حلو. حاليا هو تاني اقل فريق في الدوري في الاهداف المتوقعه. ايه الاهداف المتوقعه عشان الناس تبقى عارفه؟ الاكس جي او معدل الاهداف المتوقعه، درجه خطوره الفرص اللي الفريق بيقدر يوصل لها. فيوتشر عمل اهداف متوقعه الموسم الحالي 13، هو تاني اقل فريق في الدوري بعد الداخليه، يعني فيوتشر رابع الدوري الموسم اللي فات واللي قبله وبطل الرابطه في الموسم الاول والمشارك حاليا في كاس السوبر، هو حاليا التاني في الاهداف المتوقعه من اخر جوله، او يعني رقم 17 في الدوري المصري اهداف متوقعه. تاني اقل فرق الدوري في عدد المحاولات الصحيحه بعد الداخليه برضه، يعني هو الفريق رقم 17 في الجدول في ترتيب المحاولات الصحيحه. تالت اقل فرق الدوري في نسبه دقه التمريرات الطويله، وتالت اقل فرق الدوري في الكرات العرضيه الصحيحه 21%. فاحنا فيتشر كل اللي قلناه عنه، تاني اقل، تالت اقل. اربع حاجات مهمه جدا ومؤثره جدا في الوصول للمرمى وتحقيق خطوره وفرص عشان تقدر تسجل وتفوز بالمباريات. فيوتشر من اقل فرق الدوري فيهم كلهم. نفس المعدلات دي في الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كان فيوتشر دايما في رباعي الصداره، يعني تاني دايما في تاني المربع حقيقي دايما في المربع، مش بس في الجدول الترتيب، في كل المعدلات. في وقت من الاوقات يعني يمكن فيوتشر تصدر مباراه او حاجه زي كده، تصدر الجدول. عندنا يقين من حاجه، جدول الترتيب في نهايه الدوري بيعكس مدى تفوقك في كل المحاولات وفي كل المعدلات على مدار البطوله. قد يتباين المستوى من مجموعه مباريات الحصاد مجموعه اخرى كامل. ولكن جدول الدوري الحصاد لما تطلع الرابع في الدوري فثق وتاكد ان متوسطك في كل المعدلات هو الرابع. النقط في النهايه الارقام بتترجم لنقط في جدول الترتيب. فيوتشر السنه دي بالعكس بقى، يعني لو شفنا كمان زي الاحصائيات اللي كانت منشوره على مكتوبه على الشاشه دلوقتي، في عنده رقم برضو، يعني هو عمل اهداف متوقعه، احنا قلنا الرقم الاكس جي الاهداف المتوقعه بتاعته، الاهداف اللي عليه متوقعه اللي عليه اكتر من اللي هو حققها،
يعني عليه في كل البطولات، في كل البطولات عليه 27 هدف متوقع. في كل البطولات قدر يعمل 26 هدف متوقع. ففيوتشر يعاني، ومش بس يعاني هجوميا، ده كمان حالته الدفاعيه كمان متراجعه. رغم الاخر نقطه هختم بيها، كل الاسامي اللي في ملعب فيوتشر كلها موجوده مع الفريق. فيوتشر اللي اتغير مدربه، فقد بعض العناصر الاساسيه، ولكن كل اللي موجودين كانوا موجودين. ما حدش جديد يمكن الراجل الافريقي الديفندر اللي بيلعب جنب غنام. قصدك ما فيش حد جديد جه؟ يعني احنا بنتكلم، لكن في ناس رحلت. في ناس رحلت طبعا، تمام. يعني جنش، باسم علي، عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، ربيعه ده موجود مسيف، كلهم كانش بيلعب. كلهم موجودين. غنام، فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي، مروان محسن، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، عمر السعيد، كل الاسامي دي موجوده مع الفريق من السنين اللي فاتت. رحل محمود مرعي، رحل مهند لاشين، رحل بوبو. قرار اداره النادي ان الثلاثي يرحل لبيراميدز اللي هو منافس، وقد يشاركوا غدا، يعني قد يشاركوا غدا امام الفريق. فده منافس، لاعبين مهمين جدا رحلوا لمنافس رئيسي.